قلت الكرة المصرية. كابتن مصطفى المجري. ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ وحشني. اخبارك ايه؟ الله يخليك. انت فنان بقى؟ لا انت فنان بقى اصلا. متعلم منك والله. اخبارك يا شريف؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام التمام. ايه الجمال ده؟ ما ده انت قاعد في بيتك بقى؟ ولا انت بيت الكبير. بيت الكبير. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام؟ طمني عليك. كله تمام؟ كله تمام. مفيش فيلم قريب ولا حاجة؟ انا ما ناخد الاذن منك. لا 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 مفيش افلام ولا اي حاجه. والله في عروض كتير يعني، بس يعني الحاجه الاولاد الصغيرين طلعوا بقى خلاص والكورونا قعدت الناس. لا لا ان شاء الله. انت بتمارس رياضه دلوقتي ولا ما بتمارسش رياضه؟ على طول. حد وثلاث وخميس. منتظم يعني؟ منتظمين الحمد لله. طيب هل الفن هو اللي خطفك من الكوره ولا الكوره اللي اثرت عليك في الفن ولا ايه بالظبط؟ لا الكرة دي الواقع الحقيقة. اللي الفن بيحبه كمان يعني. اكيد يعني احنا واحنا بنشتغل في الاستوديو لو في ماتش لاي فرقة بنعمل ستوب ونروح نتفرج على الماتش. دي الحقيقة. وانتوا كنتوا في لما بتمثلوا وفي ماتشات الاهلي او للزمالك او منتخب مصر بتوقفوا التصوير فعلا؟ مفيش تصوير. يعني المخرج ما يقولكش دي هتبقى خسارة عليا وبتاع والكلام ده؟ لا 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 الفنانين عندهم حكاية الاهلي والزمالك والكورة والدوري دي عالية قوي معاهم يعني. معاهم يعني. انت ما بتحنش للفن تاني؟ لا خلاص انا دلوقتي اقدر اشتغل فن، اشتغل اي حاجه انا عايزها. انما الاول انت كنت مرتبط بالملعب خلاص يعني. بحاجات معينه كل حتى لو هنشتغل او اي حاجه هتبقى بتاخد اذن من النادي انك انت. وانا كانت حالتي خاصه شويه ان انا لما عملت الحادثه فكان عندي سنه ما بعملش فيها اي حاجه. فقلت فتعرض عليا اول مره ان انا امثل في المرحله دي، وتاني مره انا مثلت كان بعد ما انا خلصت كوره خالص. طيب انت عندك محطات كتير على فكره هنتكلم فيها النهارده. الفن وانت صغير بدات كوره وفي المدرسه وفي الناشئين وفي الحادثه، ربنا لا يعودها مره تانية لاي حد. على اي حد. هنقعد بقى نشرب حاجه كده وبعدين نتفرج على تقرير عاملينه كده حاجه صغيره، بعد كده نبدا معاك مشوارك. انت بدات فين؟ هل في المدرسه؟ انا كنت يعني انا في عندي حاجات هفاجئك بيها وهفاجئ الساده المشاهدين بيها. انا مبسوط ان انا معاك النهارده. اتفضل. اتفضل يا شيري.